صباح الخير وأهلا وسهلا بكل مشاهدينا. تغيرات كتير في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع وتكون شبورة مائية بشكل كثيف، فتعالوا بينا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو وأخبار الطقس خلال النهاردة وكمان خلال أيام الأسبوع الجاري كله في تغطيتنا الجوية. الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية قالت إن درجات الحرارة ما زالت مستمرة في الارتفاعات الطفيفة على أغلب محافظات الجمهورية، لترتفع درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي درجتين لأربع درجات. وبالنسبة لدرجة الحرارة على القاهرة فهتتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 20 ل 22 درجة مئوية، وده خلال فترة النهار على مدار الأسبوع، ولكن مع نهاية هذا الأسبوع هتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 23 درجة مئوية. ووضحت الدكتورة منار غانم إن الأجواء خلال هذا الأسبوع شتوية معتدلة تماماً خلال فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية وعلى محافظات الوجه البحري، وهتكون الأجواء دافئة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنه مع غياب أشعة الشمس هيبدأ الشعور بالانخفاض في درجات الحرارة، وهيكون الإحساس بالبرودة أكتر في ساعات الليل المتأخرة، وهيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى كمان من الصباح الباكر، وهتتراوح درجات الحرارة ما بين 10 و11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. ودلوقتي تعالوا بينا نعرف إيه أكتر الظواهر الجوية اللي هتكون مؤثرة خلال هذه الفترة. واضح كده إن الشبورة المائية هتكون هي الظاهرة المؤثرة خلال هذا الأسبوع، وهتتكون على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية. ودلوقتي تعالوا نستعرض تفاصيل أكتر عن طقس الأيام المقبلة. وفي هذا الإطار قالت الدكتورة منار غانم إن حالة الطقس هذا الأسبوع مستمرة في ارتفاعات درجات الحرارة، وده بسبب وجود مرتفعات جوية هتعمل على زيادة فترات سطوع الشمس. ووجهت كمان نصائح لقائدي المركبات والسيارات وقالت لهم ضرورة القيادة بهدوء في فترة الصباح الباكر، وكمان الاستعانة بكشافات الشبورة المائية واتباع كافة تعليمات المرور، وده طبعا بسبب الشبورة المائية الكثيفة. أما عن تفاصيل طقس اليوم، فبيتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهتكون الأجواء معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما في ساعات الليل فهيكون الطقس بارد على أغلب الأنحاء وشديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل. ده كان تفاصيل طقس اليوم، طبعا كل التفاصيل الخاصة بطقس النهاردة. ودلوقتي هنستعرض مع حضراتكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات مصر. القاهرة 20-11، الإسكندرية 20-11، الإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11، الدقهلية 20-11، الغردقة 24-13، وأخيرا المنيا درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 8. من ناحية تانية تعالوا نعرف أخبار طقس النهاردة في الكويت. وتوقفت حركة الملاحة النهاردة في بعض الدول العربية، ولكن في الكويت حصل تقلبات جوية وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في طبعا موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة. مش بس كده، ده كمان إدارة الأرصاد الجوية بالكويت توقعت إن النهاردة يسود طقس مائل للبرودة، ويكون في انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب وبسبب كمان الرياح اللي هتكون متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة من 6 ل 22 كيلومتر في الساعة، وهتظهر كمان بعض السحب المتفرقة نهارا. الحقيقة إن دي كانت تفاصيل حالة الجو النهاردة، وسواء في مصر أو في كمان بعض الدول العربية. وفي النهاية طبعا بنتمنى توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، وكمان بنتمنى أن أنتوا دايما تتابعوا بيان هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي تفاديا للتعرض لأمراض الشتاء. خلصت تغطيتنا الجوية، ولكن مستمرين معكم في تغطية كل ما هو جديد من أخبار. شكرا لكم وإلى اللقاء. We'll be right back.